اروح لمنطقه اثيوبيا. كان النهارده كان في تصريحات ايضا متعنته ومتصلفه من رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد، رد عليها سياده الوزير سامح شكري وزير الخارجيه المصري، وقال ان مصر انخرطت في مفاوضات سد النهضه على مدار عقد كامل فعلا 10 سنين مع اثيوبيا. اشار الى ان لجوء مصر الى مجلس الامن لا يعني باي شكل من الاشكال هروبا من التفاوض، واضاف بحسب بيان الوزاره ان حديث اثيوبيا عن لجوء مصر لمجلس الامن باعتباره هروبا من التفاوض غير صحيح، ومصر انخرطت بحسن نيه في هذه المفاوضات وهي على استعداد دائم للتفاوض للتوصل لاتفاق يحقق مصالح الجميع. ووجه وزير الخارجيه التحدي، او يعني رمى بالكره مره ثانيه في ملعب اثيوبيا لاستئناف التفاوض حال اعلانها الالتزام بتعهداتها الدوليه بعدم الملء الاحادي. وفي الساعات الاولى من صباح اليوم وزير الخارجية أجرى حوار مع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، أكد خلاله أن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل مسؤولياته ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الكهرومائي الضخم الذي بني حديثا على نهر النيل والمفروض المحدد لملئه الشهر المقبل وسط انهيار المفاوضات. واتهم المسؤولين الأثيوبيين بإزكاء العداء بين البلدين. سيادة سفير محمد العرابي عضو مجلس النواب وزير خارجية مصر الأسبق، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بيك سيادة الوزير معانا، ودائما نسترشد بأراء سيادتك لخدمتك في أماكن متعددة وعلى مسارات عدة دولية وإفريقية وإقليمية. أحب أسترشد برأي سيادتك في استمرار الحال كما هو عليه وعدم انعقاد يعني جلسات مجلس الأمن حتى الآن، وإلى أين سنصل في رأي حضرتك؟ يعني أولا يمكن هتتفق معايا حضرتك في أنه الدبلوماسية المصرية بتسير بحكمة وبدقة ما بين محددين. طبعا المحدد الأول وهو الأمن القومي المصري ومصالح مصر، والمحدد الثاني هو الشرعية الدولية والحلول السلمية للنزاعات طبقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. فحضرتك عشان تسير على الشعرة ما بين هؤلاء أو هذين المحددين دي بتتطلب مهارة ودقة شديدة جدا وضبط للكلمات وتصعيد محسوب في توقيتات محسوبة. وأعتقد أنه حتى الآن الدبلوماسية المصرية نجحت في إدارة الموقف بشكل جيد، بالذات بالنسبة لموضوع طبعا السد الأثيوبي وأيضا بالنسبة للأوضاع في ليبيا. فمصر لم تواجه بمثل هذه التحديات من قبل بالشكل المكثف دوت، ولكن انا عندي ثقه في الدبلوماسيه المصريه ستصل بنا الى بر يعني الامان ان شاء الله. لكن توقع سيادتك سياده الوزير يعني من استقراءك للتعنت الاثيوبي والمماينه الامريكيه والموقف في السودان، تتوقع سيادتك ايه هيكون رد مجلس الامن؟ لا انا اعتقد ان مجلس الامن هينعقد قريبا جدا. سيد الوزير وجه رساله رئيس المجلس، هو فرنسا هي الرئيس في هذه الدوره في هذا الشهر. واعتقد ان هناك ادراك لخطوره الموقف وانه ممكن التصعيد ده يواجه او يؤثر على السلم والامن في المنطقه. ومن هنا اعتقد ان المجلس هيكون حريص على اصدار، طبعا مش هيكون في قرار يعني ملزم لاي طرف من الاطراف، ولكن اعتقد انه يعني سنصل الى بيان رئاسي هيكون في دعوه صريحه لاستئناف المفاوضات وبدون شروط وعدم اللجوء الى اجراءات احاديه. شكرا. انا اعتقد انه الجانب الاثيوبي عليه ان هو يعني ينصت الى صوت العقل وصوت المجتمع الدولي اللي هو في النهاية بيحرص على أن الدول الثلاثة تصل إلى اتفاق يكون يعني في
نجاح للأطراف كلها، الدول الثلاثة ما يكونش في حد تسبب في ضرر جسيم لطرف آخر. بشكرك سيادة الوزير. هو الهدف المصري من طلب مجلس الأمن للانعقاد، وأعتقد أن أثيوبيا في نهاية الأمر سوف يعني ترى أن هو ده صوت الحكمة، وأن ده يعني تقليل من درجات الخطورة والتوتر اللي ممكن تصيب المنطقة، لأن ده أمر يعني هي تعلم تماما خطورة الموقف، وتعلم تماما أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، وتعلم تماما أن مصر لن تفرط في يعني حصتها من مياه النيل، لأن ديت شريان الحياة. بشكرك جدا سيادة الوزير محمد العرابي، عضو مجلس النواب، وزير خارجية مصر الأسبق، السفير المعروف، والحقيقة كان ليه يعني أنا كان ليا شرف أني التقيت سيادة الوزير على الهواء يمكن 5-6 مرات، والحقيقة سيادة الوزير كان لي أكتر من اشتباك في شغله في أمريكا، في دول أفريقية، في دول أوروبية، في الحقيقة عنده معلومات قوية جدا، وهادئ وحكيم، يستقرئ الأمور بذكاء أيضاً.